قول حسين, حسين كامل. كامل الى الاردن عام 1995 نعم بلاء كان حسين كامل، حسين كامل احنا هذه النوعيات لا نحبها ولا نرتضيها ولا نستقبلها، لكن داهمنا دون تنسيق ودخلت السيارات شايف، والملك يعني تعامل مع القصه لان بنات الرئيس صدام حسين في الموضوع والا كان الامر اختلف فاعطى شلون يعني معاليك شلون يختلف يعني لو اجى لحاله ما يعني يعني لو جاي وحده مثلا لو جاي وحده بقعد له يومين ثلاثه ويقولون له دبر حالك اطلع روح شايف لكنه معاه اخوانه وزوجات وزوجاته وزوجاتهم اللي هم بنات الرئيس الله يرحمه فاعطاهم الملك قصره اعطاهم قصره والنفقات القصر كلها على على الديوان الملكي الديوان الملكي شايف وبقي هون وطبعا زاره اول ما وصل وصلوا مدير المخابرات انذاك اللواء سميح باشا البطيخي ومع معه احد الامراء في رساله من الملك انه انت اهلا وسهلا ممنوع العمل السياسي ممنوع العمل السياسي ما دمت مقيم في الاردن وبدا ولكن عقد مؤتمر صحفي عقد مؤتمر صحفي نعم عقد مؤتمر صحفي كان اكيد يعني بموافقه الحكومه يعني الاردنيه صارت موافقه لانه لربما لا لا كان هناك ضغط على الاردن خارجي مثلا طبعا عرفت كمان هو يعني حاص هو بدين فجر كان ثم بدا في مراسله البعثيين في سوريا حسين كامل بده على سوريا اها نعم يعني شعر بالضيق شعر هنا. بالضيق وانه مش يعني مش ماخذ راحته ولازم و... يطلع الى سوريا اه بده يطلع لسوريا حيث يمكن سوريا العدو او مو آه. سوريا يعني النظام, النظام السوري العدو الخصم نعم. اللدود فراسل للنظام راسل الحراخي. النظام السوري وهذا امر مثبت و... فراح له على امل انه بده يطلع وذهب كمان زاره سميح باشا البطيخي مدير المخابرات وقال له وين ما بدك تروح الله يسهل عليك بنات الرئيس ما بيطلعوا من هون يبقون أدنى بيبقوا هون إذا بيروحوا بنات الرئيس من مكان لمكان بالحقهم إذلال وبالحقهم إهانات وبالحقهم كذا حتى هو يعني كمان سيدنا الله يرحمه عارف إذا راحوا على سوريا يعني هذا ماشي بس بنات الرئيس مش محبوبات عند السوريين بنات صدام بالأخير فقالوا له أنه بتطلع الله يسهل عليك بنات الرئيس هذولا ضيفات الملك ما بيطلعوا من هون هذا الامر اللي كسر ظهره وطبعا ترافق مع ذلك انه حصل حصلت له السيده ساجده زوجة الرئيس المرحوم على حصلت له على عفو صدر عفو من مجلس قياده الثوره عن حسين كامل وكمان الضغط اللي هون الامر اللي يقال و... انه ال... ال... الاجهزه الاردنيه كانت تتابع الاتصالات وتعرف شنو الاتصالات اللي بينه وبين السيده ساجده كل حرف ما في مزح انا في مزح هو <applause> لذلك سيدي ذهب الى هو راح ايش بقى راح على السفير العراقي داوودية ما طول راح على السفير العراقي وقال له انا ما بدي اضل هون خلص افتح لي طريق واخذ السفير العراقي نور الويس و... يعني لولا جلاله الملك الحسين كان هو طلع على سوريا واخذ نعم. البنات نعم. وياه نعم كان ذهب الى سوريا ولكن نعم. هذا الموقف منعه هذا الموقف انه بده يطلع مع اولاده مع مرته مع الى اخره تمام هذا واحد يعني من العلامات السيئه اللي صارت واحنا هذه الاشكال يعني ما بنحبها كان الاردني يراقب عمليه اقناعه بالعوده وكذا لا ما دخلنا احنا هو اول ما وصل اجانا علي حسن المجيد وعدي اجوا لهون لا يعني اليوم وصل بجوز فورا اجوا ورا يومين ثلاثة مثلا على الملك لا فورا يعني فورا. ثاني يوم اجوا على الملك وقالوا له بدنا اياه اعطينا اياه قال لهم هذا دخيل وانتم اهل اهل الدخالة انتم قبائل وعشائر ورجالات يعني بتعرفوا معنى الدخيل وزعلوا زعلوا اثنين وروحوا ووصلوا كلام طبعا للرئيس كمان لم ما, ما سلم الدخيل أنا يعني أتذكر جيدا جلالة الملك الحسين ألقى خطاب يعني ألقى خطاب وكان خطاب أنا شخصيا لأول مرة أسمع جلالة الملك الحسين يتحدث عن العراق بهذا الشكل ويهاجم القيادة العراقية بشكل واضح يدلل على ان العلاقات قد وصلت الى مستوى أه. نعم صحيح وايضا هذه رساله للامريكان رساله للأوروب لحلفائه رساله للخليج انه خلص قطع مع هذا النظام وأن هذا النظام يعني لا يؤمن جانبه ولا عرفت شو آه هذه كمان بده الملك يفرج مختنق الملك